بالعراق دابت الحكومات أن تأخذ البراءة من السجناء السياسيين. يعني السجين يكتب بالصحف المحلية بالجريدة: أتبرأ من معتقداتي وفكري وأعلن إخلاصي لوطني ومليكي. بال64 أثناء فترة السجن اللي كنت فيها صورتين. الصورة الأولى لأم جاءت إلى السجن لكي ترف من موقف ابنها لكي لا يعطي البراءة، والصورة الثانية صورة أخت واقفة في باب السجن وقد ذليلة وقد أعطى أخوها البراءة. الصورة الأولى الأم اللي جاية للسجن، بعض المفردات العامية العراقية، العلاقة اللي هي السلة اللي تحمل الأم فوق الراس تجي للسجن حامل الطعام للسجين. الأم المتحدثة في الصورة الأولى أم كبيرة السن ما عاد تشوف بشكل جيد وجاي للسجن حتى تزور ابنها وترص في موقف أنه ما يعطي البراءة. يا ابني ضلعت من رشيت الضلع جبرت وبنيت. يا ابني ضلعت من رشيت الضلع جبرت وبنيت. يا ابني خذني العرس صدرك واحسب الشيب اللي من عمرك جنيت. يا ابني ضلعك من رشيت الضلع جبرت وبنيت. يا ابني خذني العرس صدرك واحسب الشيب اللي من عمرك جنيت. يا ابني طش العمى بعيني وجيتك بعيني القلب ادبي على الدرب المسيت. شيلت العلاقة يا ابني تذكرت شتوفي بلعب عمرك عليهن سنة وجفوفك ورتين على راسي وبيك ناغي كل فرح عمري نسيته. يلي شوفك يبعث الماي الزلال بعودي وحيا وانا ميتة. ابيض عيونك لبن صدري وسواد عيونك الليل اللي عد مهدك بشيت. ابيض عيونك لبن صدري وسواد عيونك الليل اللي عد مهدك بشيته. وابنك التوى يناغي الخرز بالكاروك يا ابني قلت له لا تخاف اليتم جد اللي ما مشقوب عزه الحزب ابوه الحزب بيته. قلت له يا ابني وليدي من تكبر على الايام تلقى حزام ابوك اللي ما طواني وما طويت. تلقى منه خطوط اضمهن حدر ضلعي لحد ما موت بعز على السر الحويته. يا عمد بيتي وقمر ليلي وربيع الشيب والعمر الجنيته. جيت اهزك يا عمد بيتي لكون الدهر ضعضع عظم منك للمذله للخيانه وساوم جرحك على الخشه وشفيته. يا ابني خلى الجرح ينطف خلى يرعز خلى ينزف. يا ابني جرح يرفض جداده على مثواري رصرف. يا ابني ابني الكلب يرضع من حليبي ولا ابني يشمر لي خبزه من البراء. يا ابني خلى الجرح ينطف خلى ينزف خلى يرعب. يا ابني جرح يرفض جداده على مثواري رفرف. يا ابني ابني الكلب يرضع من حليبي ولا ابني يشمر لي خبزه من البراءه. يا ابني يا كمي جرب عظمه ولحم وتموت عيني ولدنا. يا ابني هاي ايامي فرزنها القحط. يا ابني هاي ايامي فرزن هالقحط ايام محنة. يا ابني لا تسلم شرفنا. يا ابني يا وليدي البراءة الظل مدى الايام عفنا. كذر يا ابني بكل براءة كل شهيد من الشعب ينعاد دفنا. وخلي ايدك على شيبي
واحلف بطاهر حليبي قطرة قطرة وبنظر عيني العميتة قل ما ينهار رجني وانت امي وذاك حزبي وعز ابوي المالي والي ومالي ويته قل لي ما اهدم حزب بيدي بنيته. الصورة الثانية اللي الاخت اللي واقفة باب السجن واخوها اعطى البراءة بالجريدة صورة المشاهدة. الاخت تحكي خويا قابلت السجن حر وبرد ليلي ونهاري حملت لجلك شتايم على عرضي وشعلت بالليل ناري تالي تهتكني بخلق وصلت جريدة قرة عيونك يا خويا بهاي جازيت انتظاري بهاي قابلت الاخت تنتظر منك ثار يا خويا العرضها بهاي قابل امهات الناس وهمومي افضها كنت ارضى تدوس بعظامي واقلك حيل رضها كنت ارضى تذبح ببطن جنيني ولبراءة عار متبرقع تجيني تكون القاع تبلعني شخبر الناس واللي ينشد شقله ولكون القاع تبلعني سخبر الناس واللي ينشد شقل شلون عيني تشابس عيون المحلة شلون اوصفك وانت كلك عار وذلة بعد مالك عرف ويانا وخبز لا تصل يمنا وهاك خذ عار الجريدة ولف ضميرك والكرامة وعار سمنا مثل ما تبريت من شعبك تبرينا من اسمك يا شعب هذا اللي تشوفه مو شبنه.